تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها: تطبيق جديد يتنبأ بالزلازل. أطلق باحثون من جامعة كاليفورنيا تطبيقا جديدا يستطيع التنبؤ بالزلازل، مخصص للعمل على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد. وأكد الباحثون أن التطبيق لا يمثل إلا البنية الأولى لمشروع طموح يسعى إلى بناء الشبكة العالمية القادرة على رصد جميع الهزات والزلازل في جميع مناطق العالم. نقرأ لكم مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية: ركاب القطارات في السويد يزرعون شرائح ذكية بأيديهم بدلا من التذاكر. أعلنت شركة السكك الحديدية السويدية إجراء تجربة على 100 شخص لزرع رقاقة ذكية بأيديهم لدفع ثمن رحلتهم بدلا من التذاكر. وبفضل هذه الرقاقة المدمجة في اليد أصبح الركاب قادرين على الحصول على تذكرة دائمة، ليقوم قائد القطار بقراءة الرقاقة بواسطة الهاتف الذكي للتأكد من دفع الراكب لرحلته. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية: فيسبوك يختبر ميزة الفيديوهات الفورية. أعلن القائمون على موقع فيسبوك أنه يجري اختبار ميزة جديدة للمستخدمين من شأنها أن توفر لهم في استهلاك باقات الإنترنت الشهرية على هواتفهم الذكية. الخدمة الجديدة ستتيح للمستخدمين تنزيل الفيديوهات عبر شبكات الواي فاي على أن يكون باستطاعتهم مشاهدتها في وقت لاحق مجانا أثناء التجوال دون الحاجة لاستهلاك باقات الإنترنت. ونطالع من صحيفة القبس الكويتية: واتساب يتيح ميزة طال انتظارها. جاء في تفاصيل الخبر أكد تقرير جديد أن ميزة حذف الرسائل في تطبيق واتساب بعد إرسالها أصبحت تعمل أخيرا. وبدأ التطبيق اختبار الميزة الجديدة أنسند، حيث يبدو أنها أصبحت جاهزة تقريبا لتتاح لدى جميع المستخدمين في العالم بعد عمل دام شهورا من أجل تطويرها. وختاما مشاهدين من صحيفة المصري اليوم المصرية: انطلاق طاقم فضاء أمريكي روسي إلى محطة الفضاء الدولية. أظهر بث تلفزيوني لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا انطلاق رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي من كازاخستان في رحلة تستغرق 6 ساعات إلى محطة الفضاء الدولية. وسيبدأ الفريق مهمة تستغرق 5 أشهر في المحطة التي تدور على بعد نحو 400 كيلومتر فوق كوكب الأرض.